هل كل من خالف السنة يسمى مبتدعا؟ إذا أحدث شيئا في الدين ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو المبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي أن يزاد في الدين ما ليس منه، هذه هي البدعة. أما من خالف السنة ولم يحدث شيئا وإنما ترك واجبا أو فإن هذا يعتبر معصية، من ترك واجبا فهذا يعتبر معصية، ومن ترك سنة ومستحبا فلا شيء عليه.